ونشكرهم همينا انهم ارسلوا لنا صورهم. هسه خلينا نقرا بعد المزيد من التعليقات اللي نشوفها. طبعا هنا أنا سيف برنس يقول منورين، شكرا يا سيف، انت اللي منور ويانا على الفيسبوك. وهمينا عمر الحنين اقول له شكرا على متابعتك لنا، ولانه انت دائما تشارك وتقول لنا منورين، فهمينا اقول لك منور ويانا على الفيسبوك. العديد من الاصدقاء طبعا لا حد يزعل من عندي. فراس العراقي شكرا لك، انت همينا منور ويانا على الفيسبوك. عندنا مصطفى العراقي همينا تشكرنا على البرنامج. نرجع هسه مرة ثانية ونشوف الصور. طبعا هذا اكيد كرار اللي داز النهاية الصورة، دائما كرار يشاركنا مشاركات متميزة جدا، لانه يسوي مهارات حلوة على البايسيكل. وخلونا نشوف منو عندنا شخص ثاني. هذا ولد صغيروني بس ما دزوا لي شنو اسمه، حاب انه هو يدوس لها ويغير حياته ويريد بايسكل للصغار. ان شاء الله بس تكبر حتى يعني تحصل على بايسكل من الشرقية، لانه انت هسه عندك بايسكل وبايسكلاتنا كبيرة عليك. ونشوف منو. اوكي، هذول البايسكلات الاثنين، هذول بايسكلات دنيا البياتي دزت لنا اياها على مود تشجع البنات على استخدام البايسكل، وتقول انه هذول البايسكلات هي قاعده تستخدمهم حاليا، لذلك هي تريد تتبرع بالبايسكل اللي راح تفوز به في اي وقت من الاوقات الى شخص في العراق. وهذا ابراهيم الفراجي صديقنا وهمنا متابع ويانا للبرنامج، داز لنا صورته على البايسكل. وهذا الولد الصغير همينه ما دازي لي شنو اسمه، ولكن هو همينه حاب انه هو يدوس لها ويغير حياته ويانا، صديق اخر للبرنامج. مريومه وعدت انه هي تدز لنا صورتها، وقالت لي انه راح تدز لنا صورتها، لكن هالمره ما شفنا صوره مريومه. راح نروح هسه الى محافظه ميسان، وراح نتعرف على ثلاث طلاب تعودوا الذهاب الى مدرستهم عبر المواصلات العامه، والان مع دوسلها حصلوا على بايسكلات على مود تصير وسيلتهم السهله والاكثر صحيه للذهاب والاياب من المدرسه. خلونا نتعرف عليهم ونشوف شلون دوسلها غيرت حياتهم. برنامج رائع خدم العديد من شرائح المجتمع، برنامج وخاصة احنا الطلاب فادانا هذا البرنامج. احنا العام كنا مأجرين باص، احنا طلاب ثلاثة بنفس المنطقة ومدرستنا بعيدة علينا، فكنا مأجرين باص ونتأخر على المدرسة دائما، ازدحام متعب. بس ان شاء الله السنة وفرتوا لنا هالبايسكلات، ان شاء الله ماكو اي ازدحام، ان شاء الله نوصل بوقت المناسب ان شاء الله. هي يعني ايضا صحة لجسم الانسان، وايضا ماكو ازدحامات يعني مثل السياره، احنا كنا ماجرين خط كنا نتاخر بالطريق يعني الزحامات وهاي، بينما هسه لا بسرعه نوصل للمدرسه. البايسكلات يحافظ على البيئه، احد اساليب الحفاظ على البيئه. وانا ادعو جميع الشباب بركوب البايسكلات، لان يتبون المناطق قريبه مو دائما يعني سيارات تلوث يسوي بسبب البيئه، ويحافظ يعني يوصل الوقت المناسب ماكو اي ازدحام يصير. نشكر قناة الشرقية على هذه المبادرة الجميلة، واشكر الاستاذ سعد البزاز. شفنا شلون البايسكل يأثر تأثير كلش إيجابي في حياة الطلاب، بدأت أنه حتى لا يتأخرون على المدرسة، بالإضافة إلى أنه هي رياضة تنشطهم، تحرك الدورة الدموية لهم، تخليهم يبدأون يوم صحي جديد، يستمتعون باللياقة والصحة الزينة في ذهابهم وإيابهم همينة من المدرسة. بالإضافة إلى ذلك همينة يقدرون يستخدمونه في حياتهم الخاصة بالتنقلات، بالتبضع، يعني أسهل لهم من أنهم يستخدمون المواصلات اللي قد تكون مكلفة لهم، مو قد تكون، أكيد راح تكون مكلفة بالنسبة لطالب ياخذ يومية. وهسه طبعا بدأ العد التنازلي إلى مفاجأتنا اللي بهذه الحلقة احنا محضرين لكم إياها.
خلونا نقرا الفيسبوك لحد ما تجهز المفاجأة مالتنا. اوكي، اتصالنا راح يكون ويا زميلي احمد الخفاجي من بغداد. الو احمد. مساء الخير. مساء الانوار احمد، شلونك؟ مساء الخير في، شلونك انت؟ مساء الخير على كل متابعين حملتنا، حمله دوسلها. احمد الكل قاعد يسال عليك ويقولون انهم مفتقدينك، مفتقدين وجودك ويانا، بس انا ما قلت لهم او ما حكيت لهم عن الاستقبال اللي تلقيته وانت رايح لبغداد وعن الظروف اللي مرت وياك. احكي لنا عن الاستقبال، عن استقبال الجمهور لك، خلينا نقول او الناس لك في بغداد. والله يا فيا، انا بصراحه كلش فرحان بوجودي ببغداد، لمست نجاح الحمله من خلال وجودي ببغداد، شفت تفاعل العالم ويا الحمله، بنفس الوقت انه اكون من قلب الحدث ويا الناس نفسهم اللي هم حابين ينضمون ويشاركون بحملتنا. ان شاء الله خلال الحلقات القادمه من حمله دوس لها راح تشوفون انضمام كثير من العراقيين الى حملتنا من خلال تجولنا فعاليات حمله دوس لها اللي شهدت يعني سويناها ببغداد خلال الايام الماضيه. الحملة طبعا خلال هذه الفترة يعني قدرنا نتواجد بعدة أماكن، لكن خلال كم يوم أعتقد قبل يومين صارت عندنا أمطار، الجو طبعا في كلش بارد، مو بس اليمن صار طوى زين، حتى خلي غورج لحنا مطرت يمنا مطرت يمنا هاليوم مطر كلش، ايوه مو بس مطرت غرقنا يعني البايسكل خلال الأمطار اللي صارت قبل فترة. صراحة اكو مناطق يعني جدا تأثرت، يعني صارت فيضانات، لا بعضها لا اعتيادي، لكن البايسكل انت اهميته انه كيف احنا ممكن نستخدم البايسكل خلال حتى بوجود الامطار. يعني شفت بعض من الشباب يعني نزلت بالشارع وشفت اكو ناس ظلوا يمشون حتى يوصلون بيتهم من مكان عملهم او من مكان اللي هم يدرسون به، وراحوا مشي بيوتهم بسبب الازدحامات اللي يعني شهدتها بغداد خلال الايام اللي صار بها الامطار، رغم ان احنا عندنا ازدحامات شديده يعني من زمان، وفوق هذا صار اكو مطار، العالم ظلت تمشي بطريقه كلش بطيئه، غير انه صارت بعض الشوارع انه ظلت تفيض، ظلوا اغلبهم يمشون او يستخدمون البايسكلات. بس انا الحمله توصلها الصراحه سوت لي كلش مشكلة كبيرة الحملة، يعني أنا ياهو يزمني بالشارع يقول لي اعطينا بايسكل، جيب بايسكل، زين أنا مو كل مكان أروح وياي بايسكل. صحيح. فقلت لهم إن شاء الله خلال تواجدي راح نسوي فعاليات وياي بغداد، إن شاء الله الكل راح يحصل على بايسكلات من حملة. أحمد، نريد نعرف شنو المفاجآت اللي أو شنو الأشياء اللي أنت قاعد تفكر إنه أنت تسويها حاليا في بغداد ويانا، يعني للناس شنو تريد تخبر الناس أو تقول للجمهور اللي متابعين لنا بالنسبة خلينا نقول المجهود اللي راح نسوي ويا دوس لها ويا الناس بالحلقات القادمة. طيب ما راح أقول لك، أنت راح تحرقين، أنت راح تحرقين. لا لا عفية، لأنه أريدك تحكي للجمهور لأنه ما كلش ينتظرون. راح أماكن ببغداد، راح نتواجد ويا مجموعات كبيرة موجودين، يعني ويا طلاب ويا شباب وبنات كثيرين. انتظرينا بالحلقات القادمة، وأكيد راح أنتم المشاهدين يتابعون كل اللي راح نسويه من فعاليات بخصوص حملة دوس لها ببغداد. وأنا متأكد يعني الاستقبال والرحابة اللي شفتها من خلال العراقيين الموجودين ببغداد، أنا متأكد إذا رحت غير محافظات نفس الشيء، لأنه نجاح الحملة يعني فعلا إذا جيتي ببغداد راح تعرفين إيش قد هي الحملة فعلا هي ناجحة من خلال تواجدك، لأنه إذا يعني بتنزلين بقلب الحدث تمشين بالشارع والعالم كلها تسلم عليك، يعني حب الناس تشوفيه وتلمسيه راسا وتشوفين مشاعرهم وطباعهم على الحمله، هذا شيء جدا يعني مفرح وتكونين سعيده جدا. ان شاء الله تجين وتشوفين هذا الشيء بنفسك. ان شاء الله، شكرا احمد، شكرا على تواجدك ويانا هاليوم، وان شاء الله نريد باسرع وقت طلعنا المفاجاه، لان انا ما اقدر انا ما احكيها للجمهور لان ما اعرف تفاصيلها، بس نوعد الجمهور بالايام الجايه انه راح نشوف مفاجاه كلش كبيره من احمد وراح نشوفها ويانا ويا أسرة دوس لها ويا الناس اللي قاعد يغيرون حياتهم. وهسه خلونا نروح إلى سليمانية ونتعرف على شابة عراقية انضمت إلى حملة دوس لها على مدى تغير حياتها. هاي البنية هي تحب الرياضة وتحب ممارسة الرياضة بالهواء الطلق في المنتزهات، وكذلك حبت إنه هي تستخدم البايسكل. خلينا نتابع ونشوف شنو قالت لنا عن البايسكل وشلون راح تستخدمه.
أجمل تحية لكل مشاهدي ومتابعي برنامج دوسلها. معنا اليوم إحدى المشاركات من مدينة السليمانية وهي هبة. خلينا نتعرف أكثر على هبة. مرحبا هبة. يا أهلا وسهلا بيك حبيبتي. وبيك أكثر حبيبتي. هبة عرفينا أكثر عن نفسك. أنا هبة من محافظة السليمانية، خريجة معهد وحاليا ربة منزل، طبعا تعرفين ماكو تعيينات، ورياضية أحب أمارس الرياضة. يومي أكون بأحد الحدائق بسليمانية ألعب رياضة. شلون جتك الفكرة أنه تشاركين بالحملة؟ طبعا شفت البرنامج فشي حلو كلش من قناة الشرقية، ومبادرة كلش حلوة ومشجعة لكل البنات طبعا وهادفة. يعني رأيك بالبرنامج أنه برنامج هذا؟ أكيد أكيد. طيب وشنو ايش راح تستفادين منها اكثر؟ فقط بالرياضه حتمارسين الدراجه النوعيه؟ لا والله يعني اشجع يعني انه تكون كل بنيه لها طموح ولها هدف وتساهم بهيك شيء بتثقيف المجتمع بتطويره. اكيد هي البنيه لها فالدور كلش مهم. نعم. بالتثقيف المجتمع. نعم. طبعا انت حاليا قلتي لنا تمارسين بها الرياضه الدراجه، عندك الجراه انه تخرجين خارج المتنزه وتقودين الدراجه بداخل مدينه السليمانيه؟ أكيد الحمد لله والشكر، هنا المجتمع مثقف وعندهم تطور، فما أتوقع أكو فد شيء سلبي، بالعكس فد شيء كلش إيجابي. وتعرفين الرياضة فد شيء يساعد البنية على يبقى جسمها مرتب وجماليتها، أكيد فد شيء فد حرية يعني. طيب شو تحبين توجهين للفتيات اللي يشاهدوك الآن؟ والله أني يعني كلش أدعوهم أنه يساهمون بهاي الحملة، وماكو داعي للتردد. نعم. يعني البنية إلها طموح أكيد. نعم. فساهموا بالبرنامج. طبعا احنا نقولش مبروك عليك الهدية تقدمت لش من برنامج دوسلها من قناة الشرقية، ونقول لك هبة دوسيلها. فإذا تعرفنا على صديقتنا الجديدة هبة من السليمانية اللي تشجع جميع البنات على استخدام البايسكل وبالذات في المنتزهات أثناء ممارسة الرياضة والتنقل، خلينا نقول بالمنطقة أو من مكان إلى آخر. خلونا نروح همينة مرة ثانية للفيسبوك وأرجع أذكركم أو أحدد لكم بالضبط السؤال. السؤال يقول إيش قد هي نسبة الناس اللي يستخدمون الدراجات في هولندا، بس مو الدراجات يستخدمونها بشكل عام، اللي يتنقلون فقط باستخدام الدراجات، لأنها أكو ناس مثلا يستخدمون الدراجة من البيت إلى خلينا نقول محطة المترو أو محطة الأندرغراوند أو أي شيء على مود يوصلون إليها، وبعدين يستخدمون وسيلة ثانية للتنقل سواء كان قطار أو باص أو إلى ما ذلك.